الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وترك فينا شيئين اثنين إن تمسكنا بهما منا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإن تركناهما منا الذل والشقاء في الدنيا والآخرة، ألا وهما القرآن والسنة فتمسكوا بهما تفلحوا في الدنيا والآخرة. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد بيوت الله أطهر بقاع الأرض، المساجد أطهر بقاع الأرض، دور العبادة، بيوت صناعة الرجال، المساجد التي إليها الملاذ عند المصائب أن نلوذ بها حتى ندعو الله فيها، المساجد التي أمر الله بإقامتها وعمارتها، المساجد الذي توعد الله من يمنع فيها ذكر الله بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. المساجد يا عباد الله كانت في عهد سلفنا الصالح منارات تضيء الدنيا وتصلح المجتمعات وتخرج الرجال وتربي الأجيال وتزودهم بالغذاء الروحي والزاد الإيماني وتكسبهم الأخلاق. المساجد يا عباد الله في عهد سلفنا الصالح تكسبهم الأخلاق الحميدة والسمات الفريدة وتزيل عنهم أوطار الجاهلية ونزواتهم الشريرة. المساجد يا عباد الله هي القلاع، قلاع التوحيد وقلاع السنة. المساجد يا عباد الله هي دور القرآن، هي دور العبادة، هي دور الله وبيوت الله التي نسبها لنفسه في أكثر من آية، والتي وصف من يرتادها بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره. المساجد يا عباد الله عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول شيء فعله أنه بنى مسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ليكون فيه كل شيء، دار حكم ودار عبادة يعقد فيه الجيوش وينصب عليها الأمراء، يقابل فيها الوفود ويعقد فيها المعاهدات والمواثيق. هكذا كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سلفنا الصالح، ليست فقط للصلاة وقراءة القرآن وخطبة الجمعة، لا، هذا في زماننا، هكذا أصبح دور المسجد في زماننا. صلي، اقرأ قرآن، احضر خطبة وروح.
أما في زمانهم كان العلم فيه في المسجد، والتربية فيه في المسجد، والانطلاق للدعوة لله. لذلك عندما حرروا البلاد وسادوا على الكرة الأرضية كلها، كان انطلاقهم من المساجد، لأن فيها الخير، لأن خطواتك للمسجد فيها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة، كلما غدا وراح. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه، إحداهما تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لذلك كانوا يعمرون مساجد الله. لما علموا هذا الأجر العظيم للمساجد أقبلوا على المساجد وملؤوها. ولما زهدنا في هذا الأجر هجرنا المساجد إلا من رحم الله. للمسجد مكانة عظيمة في الإسلام، واجب علينا دول وحكومات وأفراد أن نعيد هذا الدور لسابق عهده، وأن نعيد للمسجد مكانته وشموخه، وأن نعيد للمسجد قيمته بأنه فقط لله، فقط لعبادة الله، للتوحيد. وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن أردنا أن نعيد مكانة المساجد كما كانت، علينا أولا أن تكون هذه المساجد قائمة على التوحيد، قائمة على التوحيد، لا يسأل فيها إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا ندعو فيها إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. هكذا تعود للمساجد مكانتها، وليس مكانة المساجد بزخرفتها ولا بذكورها، لا، إنما برجالها الذين يعمرونها. وهنيئاً لكم يا أهل المسجد، يا من تعمرون مساجد الله. اسمع، اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقكم. اسمعوا، اسمعوا يا رواد المسجد، اسمعوا هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتاد، إن للمساجد أوتاد، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم. الله الله الله، يا أوتاد المسجد، يا عمدان هذا المسجد، إذا ما غبتم تسأل عنكم الملائكة، وإن كانوا مرضى عادوهم. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا رجال هذا المسجد، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الألباني السلسلة الصحيحة: أرأيتم كم فضل أهل المسجد، الملائكة يسألون عنهم، الملائكة تسأل عنهم وتكون في حاجتهم، وإذا مرضوا زاروهم. وعاد المساجد، المساجد مصانع الرجال، الرجال لا تبنى هناك، لا في الشوارع ولا في المدارس ولا في الملاعب، لا 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 لا،
المساجد هي تصنع فيها الرجال ولا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساح. يا قومي قد مضى وقت المزاح، يا قومي قد مضى وقت المزاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة. حتما ولا بد أن يخون حي على الكفاح. تصنع الرجال في مساجدنا الفساح، فأين هم؟ أين هم؟ أين هم رجال الأمة؟ من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.